يعني 130 فيلم. ايوه. 16 مسلسل. 11 مسرحية. عمين عم نحكي؟ يعني احنا لو بنتكلم دلوقتي يا جماعة فاحنا بنتكلم على الزعيم، الزعيم عادل إمام، اللي هو انت بتتكلم اول حاجة طبعا فخرا ان الزعيم مواليد 17 مايو، يعني برج الثور زي حالاتي. 60 سنة من التميز والنجاح، ويعني خليني اقول لك ان الناس كلها مش بس في مصر، في الوطن العربي اكيد يعني عادل امام بالنسبه لهم حاجه كبيره قوي. لا انا كمان بعتبره انه عالمي، يعني في كتير ناس حول العالم بيعرفوه. ده حقيقي صدقي، بس الغريب ان عادل امام عمره ما عمل حاجه مثلا عالميه او شارك في حاجه عالميه. والحاجه دايما اللي انا يمكن بحسد بيها عادل امام، يعني ربنا يديله الصحه، هي ان الراجل ده شغال بقاله 60 سنه دايما في القمه. صح. يعني احنا ما شفناش عادل امام مثلا نجمه في يوم من الايام بينزل شويه. خليني اقول لك ان الكاتب محمود السعداني قبل 60 سنه مثلا هو عامل كتاب اسمه المضحكون، ففي الجزء ده من الكتاب عادل امام كان بيتكلم ان عادل امام وهو قاعد في الجامعه في كليه الزراعه تحديدا في جامعه القاهره كان مسجل على شريط كاسيت احلامه اللي بيتكلم عليها ان هو هيبقى اهم او من اهم نجوم في مصر. عادل امام دلوقتي اهم نجم في مصر. صح. اهم نجم في الوطن العربي زي صح. ما انت قلت العالميه بتحبه او صح. الناس في العالميه بيعرفوه. صح. ايه تاني؟ بس هلا عم يصير في جدل كتير كبير. هل اعتزل او هل ما اعتزل؟ طب انت قلتي ما اعتزل ولا لا؟ لا انا شخصيا مع الاعتزال، خلاص بده يريح خليه يريح. بصوا يا جماعه هو بيبقى صعب علينا قوي ان فكره الايكون اللي انت بتتفرج عليها ومتربي على كل أكيد. فنان هو ما بيبقاش موجود، يطلع حد تاني مكانه، دي هي اللي بتضايق بتزعق. يعني انت تخيل ان عادل امام من النجوم الكبار قوي قوي اللي كان بيجي عليه سنه ممكن يعمل فيها خمس افلام في سنه واحده، ما حدش بيعملها. صح؟ مسلسلات كبيره جدا جدا جدا. فيعني سواء بقى الاستاذ الكبير الزعيم عادل امام فضل مكمل في مسيره حياته المهنيه، احنا مبسوطين جدا جدا بعيدا عن الشاشه وبنسمع اخباره من محمد ورامي، فاكيد برضو احنا اكيد مبسوطين وبنتمنى له دايما الصحه. وعم بيقضي وقته مع احفاده، هلا مبسوط مع احفاده، جه الوقت خلاص اللي يعمل كده. طيب يعني زي ما قلت لكم نتمنى طبعا ان الزعيم دايما نشوفه بخير ودايما نشوفه متالق في كل حاجه، وكمان انا متاكد ان هو هيطلع يعني عنده عادل امام برضو الصغير، فيعني هنشوف بكره عادل يا ترى ياخد مسيره بقى الكبير الزعيم عادل امام ولا لا.